توتر كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فاقمته العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال لاعتقال من وصفتهم بالناشطين في مخيم جنين في الضفة الغربية صباح الأربعاء. العملية العسكرية في جنين التي شكلت مسرحا لمواجهات شبه يومية بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة أججت الغضب الفلسطيني بعد مقتل 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال مداهماتها للمنطقة. وزادت حدة التوتر نتيجة اقتحامات المستوطنين المتكررة خلال الأيام الأخيرة للمسجد الأقصى بموافقة حكومة الاحتلال وبحماية دائمة من قبل قواتها. كذلك جاءت موافقة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي على السماح لقواته بتنفيذ عمليات اغتيال ضد نشطاء المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بواسطة مسيرات هجومية لتصب الزيت على نار الغضب الفلسطيني. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على لسان مبعوث الأمين العام لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند. وينسلاند تحدث عن تنفيذ المستوطنين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أكثر من 100 هجوم ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة ما يزيد على 1800 على أيدي قوات الاحتلال خلال عمليات مداهمة وهجمات مزعومة ضد صهاينة وحوادث أخرى وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات الفلسطينيين. وحث وينسلاند سلطات الاحتلال على الوقف الفوري لعمليات الاستيطان التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووقف هدم بيوت الفلسطينيين والتهجير القسري وإجلائهم بما يتماشى مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.